صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الواجب علينا تجاه ما يحصل في المسجد الأقصى من هدم واستباحة لحرمته من قبل اليهود؟ الواجب عليكم ما تستطيعون من نصرة الحق، الدعاء ومساعدة المسلمين بالصدقة والأموال التي تصل إليهم، تصل للمحتاجين، أو تؤخذ لبعض الناس اللي ما يتأكلون بالقضية، إنما توصل للمسلمين المحتاجين المضطهدين. دعاء والصدقة والدعوة إلى الله عز وجل، تذكيرهم، هذا الواجب. اتقوا الله ما استطعتم. نعم.